الصناعة والتعدين قطعان من أكبر أعمدة اقتصاد المملكة، اندمجا في 2019 تحت كيان جديد بطموح يعانق السماء. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، أن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص. لكن لماذا كان هذا الاندماج؟ تستهدف رؤية المملكة 2030 قطاعي الصناعة والتعدين كخيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين الميزان التجاري للمملكة. لذا انبثقت عن هذه الرؤية وزارة جديدة بهوية عصرية تعبر عن توجه المملكة في تنويع قاعدتها الاقتصادية. وجاءت الوزارة الجديدة كحاضنة لهذين القطاعين ولتواصل العمل على ما تحقق خلال رحلة امتدت لعقود من الزمن. فكيف كانت البداية؟ في الثلاثينات بدأت رحلة التعدين مع انطلاق أعمال التنقيب للبحث عن المياه والمعادن في المملكة عام 1931 بتوجيه من المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، لتبدأ أولى عمليات استخراج معدني الذهب والفضة من منجم مهد الذهب عام 1939، وهي نفس الفترة التي شهدت مهد انطلاق النشاط الصناعي بالمملكة مع توالي الاكتشافات البترولية منذ 1935، وبالتزامن مع صدور أول ترخيص صناعي في المملكة عام 1957. صدر كذلك أول نظام للتعدين وتوقيع عقود استكشاف المناطق التعدينية في 1963. ومن السبعينات وحتى الآن تعيش المملكة طفرة في المشروعات الصناعية والتعدينية. عززها تأسيس صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل تأسيس المصانع وتطويرها عام 1974، والهيئة الملكية للجبيل وينبع في 1975، ثم شركة سابك في 1976، وشركة معادن في 1997، ثم توالت العديد من الشركات والهيئات والمدن الصناعية والمجمعات التعدينية والمناطق التقنية. مسيرة شهدت قفزة كبرى في عدد المصانع بالمملكة من 206 مصنع في 1974 لتصل إلى أكثر من 10,000 مصنع بحلول منتصف العام الجاري 2021. نحن في الصناعة والثروة المعدنية نعيش صراحة عصر ذهبي. ليس لدينا أي عذر لا في الوزارة ولا في منظومتها أن نحقق النتائج. ولاة الأمر والقيادة يعني مكنتنا بالشكل الكافي نعمل على يعني تجاوز أي عقبة، وأيضا نحاول أن نجلب الفرص ونستثمرها. تاريخ من الإنجازات وجهود تراكمت عبر أجيال شارك فيها أفراد ومؤسسات. واليوم نشهد انطلاقة جديدة وعصرا ذهبيا يمهد للتحول إلى دولة صناعية رائدة يكون فيها التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. لنبدأ معا نحو مجد جديد بسواعد أبناء وبنات الوطن. على رأس قطاع التعدين. تعدين. نعم. حسب مسح السبعينات التي أعيد دراستها في الفترة الماضية في السنة الماضية. تعدين غير البترول. غير البترول. نعتقد أن هناك فرص في التعدين بحجم تريليون 300 مليار دولار، حجم قيمة المعادن الموجودة في المملكة العربية السعودية. فقط الذهب منها يزيد عن 240 مليار دولار أمريكي. فهذا يحتاج استثمار ضخم.